السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختص لكم هذه الحلقة بكيفية صنع مجسم الكعبة المشرفة. على بركة الله أبدأ بتقديم الأدوات اللازمة، ولدينا علبة الشاي بعد استعمالها، وأطراف الأسود في الأبيض والأسود، وقيطان صقلي في الأصفر، ثم اللوحة الورقية وبقيتات اللوح، مسطرة إيكير ذات زاوية قائمة، وسكين كيتول القاطع أي أقول حاد، ثم المنشار وورق فير رقم 180، كذلك إلى اللصاق سلونسيون صادير، وكذلك إلى مسدس الغراء الساخن. تابعوا الفيديو. إذن مشاهدين، أقوم بتقطيع اللوحة الورقية ثم حكها بورق فير، ثم تقطيع البقيطات حسب قياس اللوحة الورقية. إليكم التجربة. We'll be right back.
حسب ما شاهدتم على الفيديو مجسم الكعبة المشرفة للتزيين بها في متجر لكم أو في البيت، فهي أعزائي المشاهدين سهلة الأعمال في صنعها، وأدعو أطفالكم أن يقوموا بصنعها، وأستودعكم الله في هذه الحلقة ومع فيديو آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء.